العمل السياحي في البحرين صار اجتهادات شخصية، والله يحفظهم أنجال جلالة الملك، الله يحفظهم سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاب لنا الفورمولا، وهاي إضافة للسياحة في البحرين. وسمو الشيخ عبد الله بن حمد ماسك معرض الطيران، وسمو الشيخ خالد وسمو الشيخ ناصر الله يحفظهم ماسكين البطولات المختلفة الرياضية، سواء كانت الفروسية ولا الألعاب القتالية ولا البطولات المختلفة. فيعني صاير اليوم العملية اجتهادات شخصية من جلالة من أنجال صاحب الجلالة. في المقابل نشوف غياب تام لهيئة السياحة وسياساتها. اليوم نتحكي عن قانون، اليوم احنا اليوم لازم نتكلم شنو دور الهيئة السياحة. اليوم لما نشوف الهيئات الأخرى للدول الجوار، ما بنطلع بعيد مع الرئيس، خلينا نشوف هم ايش قاعدين يسوون، واحنا هيئة السياحة ايش قاعد تسوي عندنا احنا اليوم. اليوم هيئة السياحة قامت تنافس إدامة في عمل المحلات وعمل الملاعب ويبون بعين ويعطونا شيول وما ادري ايش. فصارت العملية معالي الرئيس هيئة السياحة ما عندها سياسة واضحة لتطوير السياحي في البلد ورفع الاقتصاد.